أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة لايك والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج العقرب الجمعة 9 أبريل 2021. لا تتوقع أن يحدث اليوم العديد من التغيرات في حياتك. المهمة التي توليتها منذ ما يقارب من 5 شهور قد تزداد صعوبتها اليوم. عائلتك تنتظر التحدث معك اليوم، فحاول أن تخصص جزءا من وقتك للاهتمام بشؤونهم والاستماع إلى أقوالهم. عاطفيا، تهتم بشريك عاطفي أو ببعض الأحبة. يجب أن تقدر ظرفا ما ووضعا لا يروقك. قد تضطر إلى الصمت، انتبه من مناورات. من المهم أن تتسامح وتعلو على الجروح. مهنيا، الحظ الممتاز يكون حليفك هذا اليوم، وهذا ما سيغير الاتجاهات نحو الأفضل بعد سلسلة تعثرات. يوم مناسب لملاحقة بعض الأعمال والاتصالات المهمة. تظهر شجاعة كبيرة وقدرة على التكيف، ترتاح إلى بعض الظروف المتغيرة. صحيا، تحتاج لأن تهتم بنفسك وصحتك وتتجنب الجلوس أمام الأجهزة الإلكترونية لفترة طويلة. يجب أن تأخذ احتياطاتك اللازمة لتجنب الإصابة بالعدوى. توقعات خاصة للرجل، تركز على عملك فمنذ وقت وأنت غير مهتم جيدا به. عليك استغلال وضعك اليوم لأن الفلك يدعمك. الأعمال تضغط عليك في فترة الظهر، لكنك تسيرها بكل سهولة وبساطة. لا تجعل الكآبة تتسلل إليك في فترة المساء. حاول تلبية دعوة توجه إليك. توقعات خاصة للمرأة، كل شيء يحدث في ميعاده، لذا يجدر بك التوقف عن القلق. حياتك ممتلئة بالكثير، فلماذا التركيز على النواقص فقط؟ عليك التحلي ببعض التفاؤل والإيمان بأن مستقبلا أفضل ينتظرك، لكن توقعي الأسوأ لا يجلب سوى الأسوأ. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا.